عام 1720 ضرب مدينة مرسيليا الفرنسية الطاعون العظيم، قتل في أيام 100,000 شخص، وبعده بمئة عام بالتمام والكمال، وتحديدا عام 1820 كانت الكوليرا تحصد أرواح البشر في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، وحصد الوباء أيضا 100,000 وأكثر. مئة سنة أخرى، وفي عام 1920 كان العالم على موعد مع النمط الشرير من الإنفلونزا، الإنفلونزا الإسبانية التي كانت كارثة بشرية، ضحاياها تجاوزوا 100 مليون وسط عجز عن إيقافها. وفي عام 2020 أي اليوم وأنت تتابع هذا التقرير، يعيش العالم كابوس كورونا الذي يحمل نمطا متطورا. ضرب أكبر مجتمعات الأرض الصين، وعزل مقاطعات بحجم دول كبيرة. 1720، 1820، 1920، و2020. رقم 20 من كل قرن كان يحمل كارثة فيروسية. هل هي صدفة؟ يدخل علماء الفلك والأرقام والأساطير على الخط. لا أحد يملك تفسيرا. وباء كل قرن يضرب البشرية في السنة العشرين، حدث يغذي نظرية المؤامرة لدى البعض. وماذا يعني أن يهدد فيروس حجمه 150 نانومتر كرة أرضية مساحتها أكثر من 550 مليون كيلومتر؟ هل نعيش وباء حقيقيا أم مفتعلا؟